نظرة نعيم، لكن اللي في المحشر نظرة خوف وحياء. نعم. واستحياء من الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة. نعم. احنا بدأنا البداية هنا بدخول الجنة. الجنة بفضل الله. يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم. سبحان الله. هل تطلبون المزيد يعني بعد ما شافوا هذا النعيم يعني؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة. شوف الحمد يثمر إيه في الآخرة، يعني الإنسان اللي يحمد على كل حال ويرى أن كل فضل من الله، شوف انظر إلى رده في الآخرة بما يرد. نعم. أنت ماذا نريد؟ أنت بيضت وجوهنا وأحللتنا دار المقامة من فضلك، يعني يعددوا نعم الله عليهم قناعة ويقينا. نعم. لأنهم كانوا من الحمدين في الدنيا. في الدنيا. نعم. ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ يعني كانوا يقولون احنا سبحان الله، هذا في حد ذاته فضل. فيكشف الحجاب في هذه اللحظة بدون مقدمات. سبحان الله. هنا حول المفاجأة بينهم وبين الله عز وجل. بينهم وبين الله يكشف الحجاب. سبحان الله. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. الله الله. وعن أبي بكر قال: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال: النظر إلى وجه الله. الزيادة، هذه الزيادة. سبحان الله. أما الحسنى فالجنة، وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. أصل للذين أحسنوا الجنة. أيوة. الحسنى والزيادة. الحسنى هي الجنة سبحان الله. تمام كده. وليس أحسنوا الحسنى على الله. لا 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 لا، أحسنوا للذين أحسنوا جزاؤهم الحسنى أي الجنة، تقديرها أن يجازيهم رب العباد بالحسنى، وزيادة فوق الحسنى أن يتطلعوا إلى وجه الله الكريم سبحان الله. نعم.